طن محسوب ما طلعتش سومتهم في الجزائر خلاص من عام الاول تسمى نفس السعر محسوب بارتو. بنا ما نقولكش لازم الذوق يا غايا لازم الذوق وتسبن تسمى واش راح نقول لك احساس وحده. عاودي بالنسبه للسعر السعر تسمى السعر معقول لما كان حتى تسمى الراس من بكري معروف ب 100,000 ما يعديش 100,000 تسمى نص راس ب 50,000 نفس السومه تسمى محسوب من عام الاول ولو العام الاول ونشري فيها انا بعد بنفس السومه تسمى ما زادت تغيرت السومه. احنا عند ابراهيم في واد زناتي وحنا نجيو نديو من عنده المردومه الله يبارك مردومه مليحه ابراهيم وسعر مليح وكيما نقولوا احنا بنا مليحه الله يبارك. ومرحبا بكم عند ابراهيم اللي هنا وحنا كل يومين ثلاثة نجيو عنده وناكلوا عنده المردومة ومرحبا بك بالناس كل هنا عند ابراهيم. وحنا نمشيو نديبلاسي ونجيو من بعيد خرا باش نجيو عند ابراهيم وناكلوا عنده المردومة سيرتو الراس الله يبارك حاجة مليحة اون بليس ثاني الكويس الدجاج حاجة مليحة ثاني عند ابراهيم. السلام عليكم مرحبا بكم عندنا في مدينة واد زناتي. راهو عندنا مردومة حاجة تقليدية حاجة قديمة حاجة تاع جدودنا وعندنا الحم وعندنا الدجاج في المردومة عندنا الريسان تاع البوزدلوف عندنا ليسكالوب وعندنا الدجاج محمر عندنا حاجة قديمة وحاجة حضارية يعني تاع واد زناتي. حنا في واد زناتي واللي يحب ياكل ولا يحب يذوق البنة ماذا به يجي لواد زناتي ويذوق وحنا نخدمو بري تاعنا تاع زواولة والزوال ياكل والغني ياكل. بطاطا دير 15,000 عندنا الكويسي دير 15,000 تما اللي يجي ياكل لحم خير. ومرحبا بكم في واد زناتي عندنا وحاجه قديمه تاع جدودنا نخدموا فيها من قديم الزمان وعندنا حاجه حضاريه اللي هي الماشينه تاع الدجاج عندنا المحمر وعندنا المشوي. واش هي المشوي في المردومه حنا نطيبوه ونديروا له لاصوص ونبيتوه في الماريني ونمارينيوه وغدوة صباح كاين اللي يحب يدين محمر وكاين اللي يحب يدين بوزدلوف وكاين اللي يحب يدين المردومة ودرك مع توالف هاك تشوف لي كليون وعاد تنسى وعاد رجال كبار يدومونديو حتى بالتليفون وعندنا التوصيل مع خدمة التوصيل وصلوا حتى للديار ناس تعيط بالتليفون نجيبو لها ناس يعيطوا بالتليفون نجيبو لهم سما بلا ما يشقاو وبلا ما يتعبوا ونوفروا عليهم الوسائل والبري راهو في متناول الجميع.